السلام عليكم أحبتي. وفي آخر الأخبار لهذا اليوم، بحيث اختار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر أعمارة الإعلان عن قرار بدء استئناف حركة البواخر التجارية والنقل السككي والطرق للمسافرين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكشف أعمارة في تدوينة نشرها اليوم السبت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه في إطار الإجراءات الحكومية لتخفيف الحجر الصحي تستأنف ابتداء من اليوم 20 يونيو 2020 حركية رجال البحر ومن إلى بواخر التجارية، وذلك بعد موافقة مديرية الملاحة التجارية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي ستحرص مع كل السلطات المعنية وكافة المتدخلين على الالتزام التام للجميع بكل الإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا. كان هذا آخر أخبار هذا اليوم، نلتقي في خبر آخر، دمتم سالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.